السلام عليكم أخواني الأعزاء ومتابعين الكرام. أنا مثل ما وعدتكم راح أذكر لكم بعض القصص اللي إحنا فشلنا بيها، ما قدرنا نحصل نجاحات، وشنو الأسباب اللي خلتنا نفشل على مود نتعلم منها. مثل ما قلت لكم إحنا تقريباً 20-30% من المراجعين مالتنا ما يحصلون نتائج. خلونا نتعرف على شنو الأسباب اللي إحنا ما نقدر نساعد الناس بيها، وهاي قصة رقم 18. أستاذ عماد إنسان جداً محترم، إجاني قبل فترة قال لي عندي مشاكل بالعمود الفقري وطيبته طاب. قام خطيه وين ما يروح يجيب لنا ناس ويجي وياهم بعض مرات. هالمرة جاب لي أحد أقاربه، شاب طالب كلية، بس هو يقول لي مرة يشتغل عماله، مرة يقول لي أشتغل بالبواري، مرة يقول لي أشتغل أني طالب. يعني دخت بي مدى أفهم شنو القصة مالته، بس المهم أني هذه تفاصيل تهمني بعدين إذا أثرت على طريقتنا بالتعامل وياه أو تأثر على برنامجنا وما تخليه ينجح. الولد شخصت له بالاعتيادي اعوجاج بالعمود الفقري، والفرق بطول الأرجل كان عنده واضح 7 ملم أو 8 ملم، ما أتذكر بالضبط، بس المهم لبست الدبان وبدي أتقوم للعمود الفقري اللي هو نتيجة وليس سبب. يعني السبب الرئيسي هو الفرق بطول الأرجل، سوى اعوجاج بالعمود الفقري، اعوجاج وظيفي بسيط يتراوح 8-9 درجات، وهذا يتعدل ويتقوم. وهو الولد عمره فتي، يعني عمره يمكن 21 سنة. أي إحنا اشتغلنا وياه وبدت الآلام تختفي والولد بدأ يرجع لحالته الطبيعية. مرة سألني قال لي أقدر أشتغل؟ قلت له لا، بالوقت الحاضر ما تقدر أنت، والسبب أنه أنت جسمك بعده ما مكتسب العافية مالته 100% حتى تروح تعرضه إلى ثقل، وأنت تقول أشتغل بالبواري، تقول أشتغل عماله، أشتغل كذا، هاي كلها عنف دا يصير على العمود الفقري. بعده العمود الفقري ما وصل للمرحلة اللي أنت تقدر تسوي عليه لود أو تشغله أكثر من قابليته. والله مشينا، الولد التزام، الجلسة 7 أو 8 إحنا مخصصين كنا 12 جلسة ما إجي. أنا استغربت، أسبوع ما إجي، إجاني ورا أسبوع. قلت له شبيك؟ قال لي ظهري يوجعني. قلت له احكي لي الحقيقة. قال لي والله صديقي جايب لوري مال بواري، وكان هو وحده ما قدر ينزله لأن البوري طويل، تقريبا يوصل بيه البوري يوصل بيه 5-6 أمتار، وقال لي هو لازم يشيله من مكان وأني أشيله من مكان، وشلته على ظهري ومشيت وياه، فنزلنا اللوري بكاملة. يعني شايل بواري ثقيلة يطلع ثقل البوري فد 30-40 كيلو، بس هو مفرغ الشاحنة كلها ويا صديقة، بس هم 2. المهم قلت له شنو اللي صار وراها؟ قال صار عندي ألم بالظهر. إش قد حاولت ويا أن أشيل بعد هذا الألم اللي صار عنده جراء هذا الشغل اللي سواه، إحنا نسميه أوفرلود، سوى أوفرلود بحيث حتى الخلايا مالته وراها تمزقت، يعني العضلات صار بيها تمزقات. هاي من يصير تمزق بالعضلة، أنت أي شغل بعد تنطيه للعضلة تقوم ترفضه، لأن هي بيها تمزق، تجي تسوي له تطوير عضلات بعد ما تتطور العضلة. وإذا التمزقات ما التحمت بصورة صحيحة يصير تليف، هذا من صار تليف العضلة فقدت وظيفتها. يعني أنت تجي بعدك في طور النقاهة تروح تنزل لي شاحنة، ها، فد 100 بوري كل واحد 30-40 كيلو ما أدري شقد من ذني الامتان، ها، وأنت وصديقك، وتجيني تطلب مني إنه أنا أقدر بعد أساعدك، هاي مستحيلة. هيجي أخطاء أخوان ما يصير الإنسان يرتكبها. لا والله أنا شفت نفسي زين وقلت جاهز أقدر أساعده، وخطية هذا وحده، هسه أنا بعد شو أقدر أسوي لك؟
هاي وحدة من الأسباب اللي خلتنا هيجي ناس ما نقدر نساعدهم. إجاني وراها مرة مرتين قلت له والله أني أعتذر، هاي الحالة بعد ما أقدر أخذها، أنت من سويت هذا الخطأ بعد الخطأ راح تعيده مرة الأخرى وراح تعيده مرة الأخرى، وما أعرف أني شنو الدوافع مالتك بس الله يكون بعونك، لكن أني راح أقول لك ما راح ننجح. السبب شنو؟ هذا يريد أني على السريع أخلص العلاج مالتي وأروح أشتغل، ما أكو هيك شيء. أنت تعرضت إلى مشكلة كبيرة بالعمود الفقري ممكن تخربط عليك كل حياتك، هسه تجي بهالبساطة تريد ترجع؟ لا، أني أستفاد منها أتعلم منها، بس إحنا ما نعرف شنو المسببات مالته، الله يكون بعونه، بس نقول هاي وحدة من القصص اللي إحنا ما قدرنا ننجح بيها. والسبب شنو؟ إنه المقابيلك مدى يفهم مدى يوعى إنه شنون أنت بضمن البرنامج لازم تلتزم بالتعليمات. فأني قمت أي واحد يجيني أقول له وقع هنا أن تلتزم بالتعليمات والإرشادات وما تسوي أخطاء حتى ننجح وياك. طبعا هاي الحالة فادتنا كل شوية لأن الناس قام فعلا تلتزم، يعني نسبة كبيرة، واللي ما يلتزم يحس نفسه ما يقدر يلتزم، يقول لك أنا ما وقع ما أقدر التزم، أنا متعود لو أخذ أدوية لو متعود أسوي كذا كذا. أقول له العد خلاص من البداية إحنا نخصمها، ليش ندخل بالمعمعة وبعدين نطلع منها؟ لا، إحنا من البداية إذا أنت ما تقدر تلتزم إحنا هم ما نقدر نعطيك نتائج إيجابية. فخلونا نتعلم من هذا الشيء، أنت من تتعرض إلى مشكلة في جسمك حاول تعتني بيها، لأن إذا ما اعتنيت بيها راح يصير يسموه بالعلم ريتسيديف، هاي بالألمان يعني نفس المشكلة أعادت نفسها. فأنت لازم تكون هم واعي إنه المشكلة ما توقع بيها مرة الأخرى، ألم الظهر من صابك مرة واحدة انتبه ممكن يصيبك مرة الأخرى إذا ما عرفت تتعامل ويا التفاصيل، لأن الجسم ينطيك إنذارات، حتى القلب هذا ماكو القلب شكد حساس، قبل ما تصير بمشكلة ينطيك إنذار، إذا أنت ما عرفت تتعامل وياه لا يوقعك ويقول لك أنت سوتشك ما عندك وعي وما عندك فهم إنه هاني من طيتك إنذار ما سويت لي رد فعل. فأخوان ابذلوا جهودكم لتطوير الوعي الصحي حتى باكر إذا جسمك انطاك إنذارات تعرف شلون تتعامل وياها، حتى بالمستقبل ما توقع بيها مرة الأخرى. إحنا كنا أصابتنا إصابات رياضية وصارت عندنا مشاكل بالظهر وتجينا لحد الآن إصابات، يعني إحنا نتحرك ونلعب رياضة ونسوي شغل ونسوي كذا، إذن إحنا معرضين للإصابة وللألم، لكن من يجينا الألم نعرف وين نتعامل وياه ونعرف شلون نقدر نتخلص من عواقبه. فأتمنى أن يكون هذا الفيديو واضح لكم حتى تتعلمون منه أنه المشكلة اللي توقع بيها لازم تحاول تتفاداها أن ما توقع بيها بالمستقبل. هذا شغلنا وياكم إحنا، تطوير الوعي الصحي على مود شنو ما توقع بالمشكلة وبعدين تعال تخلص منها. تحياتي وتقديري وتمنياتي لكم بالصحة والسلامة، أخوكم عدنان السمرمد، خبير علم الحركة الدولي، حامل شهادة الدكتوراه بعلوم الصحة من جامعة أتلانتيك إنترناشنال، PhD Health Sciences Atlantic International University.